يعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا غدا الاثنين بمقر النادي لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء سواء على الصعيد الرياضي أو الاجتماعي. وكان المجلس اجتمع أيضا يوم الاثنين الماضي لمناقشة ملف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإعلان نتيجة التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية. ينتظر مسؤول الزمالك رد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف على الخطاب المرسل من الجانب الابيض بموافقة نادي الزمالك ونادي سوار الغيني على نقل المباراة من الجزائر لمصر في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية. وكان الزمالك وسوار الغيني اتفقوا على نقل المباراة والمقرر ليها يوم 3 ديسمبر من الجزائر لمصر مع تحمل مجلس إدارة الزمالك تكاليف نقل بطل غينيا في طبعا هنا في مصر. وفي الحقيقة خطوة بنحيي عليها مجلس الإدارة بشكل كبير جدا، وكل ده احنا منتظرين خطاب رسمي من الكاف بموافقة اتفاق الناديين. خطوة رائعة، خطوة مهمة، هتوفر عليك إجهاد كبير، هتوفر عليك مشقة سفر، هتوفر عليك رحلة للجزائر، وأيضا الماتش في أرضك بس بمنتهى البساطة. يعني فريقنا النهارده فاز على الهلال الليبي بالمناسبه بثلاثيه نظيفه في المباراه الوديه اللي جمعت بينهم على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر النادي. الزمالك بدا المباراه بتشكيل مكون من محمد عواد، حمزه المسلوسي، محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ومحمد اشرف رؤى، نبيل دونجا، سيد نيمار، يوسف اوباما، محمود عبد الرازق شيكابالا وناصر منسي وابراهيم نضاي. وسجل اهداف الزمالك يوسف اوباما في الدقيقه الثانيه. عجبني قوي اوباما، فايق جدا، بدايته مع نادي الزمالك رائعه بعد ما رجع تاني من السعوديه. الراجل بيقاتل حتى في المباريات الوديه، في الحقيقه بنحييه على روحه. وايضا سيد عبد الله نيمار اللي بيتمسك بكل فرصه بتجيله، احرز هدف في الدقيقه 75. سامسون اكينولا يا جماعه، نقدر نقول المكنه طلعت قماش. الراجل كل ماتش بيجيب جون والتاني، الراجل فاق ولا ايه؟ يعني بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله سامسون في الفترات القادمه. وبالمناسبه هو برضو اللي احرز الهدف الثالث لنادي الزمالك. وعلى فكره بالمناسبه اللي بيعرض قدام حضراتكم دلوقتي دي لقطات من المباراه، يمكن تحس ان هي مباراه وديه ولكن واخده الطابع الرسمي. اللعيبه فنتات وبتجري وسبرنت وكل واحد بيقاتل، كل واحد عايز يتمسك بالفرصه، كل واحد عايز يقدم افضل ما لديه. زي ما حضراتكم شايفين اهو الكروس رايح لسامسون بس ما وصلش. لكن في الحقيقه مباراه مهمه واستعدادات هامه جدا لمباراه ابو سليم الليبي. وبرده احنا هنا بنلعب تقريبا نفس المدرسه، ابو سليم الليبي وبنلعب الهلال الليبي. وده اختيار موفق جدا من الجهاز الفني بقياده الكابتن معتمد جمال، ان الراجل بيختار نفس المدرسه اللي بيلعب معاها. هو ميال شويه ان هو يروح لنفس السكه عشان اللعيبه برضو تبقى اريا المشهد بشكل كبير. وبالمناسبه بنحيي الكابتن محمد عودة على التفاهم الكبير وعلى الرقي في التعامل. هو طبعا الراجل المدير الفني لنادي الهلال الليبي، وبنقول له شكرا على هذه المباراه. قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقياده معتمد جمال منح لاعبي راحه من التدريبات لمده 24 ساعه عقب مواجهه الهلال الليبي وديا. وطبعا ده كان النهارده بثلاثيه، ودي المباراه اللي احنا كنا بنعرض لحضراتكم لقطات منها. وغدا ان شاء الله الثلاثاء هيكون في غدا هيكون في راحه سلبيه للاعبين لمده 24 ساعه. ده طبعا استعدادا لمواجهه ابو سليم الليبي في الجوله الاولى من دور المجموعات بالكونفدراليه الافريقيه. مهم جدا الراحه السلبيه، ان انت تريح لاعبتك. وعلى فكره هي مش بس راحه، هي ممكن تكون من وجهه نظر الجهاز الفني هي مكافاه على الروح وعلى الاداء اللي ظهروا عليه في هذه المباراه. ودايما المدير الفني لما يحب يكافئ لاعبته يديهم اجازه.